أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود والحلول وهم يعرضون عن تعلم العلم، هل يكفرون أم لا بد أن تقام عليهم الحجة؟ نعم يكفرون، لأنهم بالغتهم الحجة. قد يكون أنهم يحفظون القرآن، وأيضا منهم محدثون يحفظون الصحاح، فالحجة بلغتهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.